اهلا، نورتونا في قناة ايمي يومي. انا بعمل وصفات حلوة وحادق وكمان وصفات صحية. لو كانت اول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. النهاردة هنعمل وصفة سهلة جدا وبسيطة ومن اهم الحاجات اللي بتميز رمضان، كلنا متعودين عليها، وهي الخشاف. انا عندي هنا تمر ناشف، فتحته وطلعت منه النوى. هبتدي ان انا اقطعه اجزاء صغيرة، مش صغيرة قوي، يعني كل تمرية هنقسمها على 4 قطع. حسب الكمية اللي بتحبوها، يعني كل واحد يفضل انهي مكون اكتر يبتدي ان هو يكتر منه. احنا هنا هنوزعها على الكوباية، فكل واحد يحدد بقى هو محتاج قد ايه يعمله. أوزع التمر بتاعي على الكوبايات، هجيب طين مجفف وابتدي ان انا اقطعه قطع صغيرة. هوزعه عندي على الكوباية بتاعتي. انا هحط في كل كوباية تقريبا 2، انا شايف ان هما كفاية. مش مجفف، هقطعه برضو حتت صغيرة وهحط برضو في كل كوباية مشمشتين. والقراصية بتاعتي ابتدي ان انا اطلع منها البذر. وأقطعها قطع صغيرة ، شايفة ان واحدة كفاية على الكوباية، يعني حابين تزودوا براحتكم. هحط زبيب وهنقعه بقى في لبن بارد. في ناس بتحب تعمله بالمية، بس انا شايفة ان هو باللبن احلى بكتير بصراحة.
هزينه بالسوداني. انا عارفه ان هو مش بيتحط له سوداني، بس انا حبيت السوداني معاه جدا. اللي حابب يحط لوز مفيش مشكله، بيبقى جميل برضو. وهحط جوز الهند، وهحطه في التلاجة ليلة كاملة. أنا بفضل إن هي تكون ليلة علشان تكون كل حاجة طرت جدا ودابت وبقت جميلة، بس يعني أقل حاجة 6 ساعات. هستنى إن انتوا تجربوه وتقولولي رأيكم في التعليقات، وأشوفكم إن شاء الله في وصفات جديدة.